مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا في اخر حلقه من حلقات برنامجنا مساء الخير قبل اجازه عيد الاضحى، وهنستأنف ان شاء الله ان احنا نسعد بلقاء حضراتكم يوم السبت 24 يوليو. اما اليوم فهو الخميس 15 يوليو 2021. الحقيقه مصطلح بفكر فيه كتير من وانا صغير اسمه حياة كريمة، ربما ما كانش في ذهني اسمه كده، لكن كنت بسأل نفسي دايماً مين فينا ما بيتمناش إن هو يعيش في شقة ما فيهاش تراب؟ مين فينا ما بيتمناش إنه يعيش في شقة أصلاً؟ مين فينا ما بيتمناش يعيش في شقة ما فيش حواليها قمامة أو جزء من مقلب للقمامة؟ مين فينا ما بيتمناش يعيش في مكان ما يلاقيش فيه حاجات ملوثة للبيئة وضر على صحته وصحة أولاده؟ مين فينا ما بيتمناش يعيش في مكان جنبه جنينة؟ مين فينا ما بيتمناش مدرسة ابنه تبقى قريبة من بيته؟ مين فينا ما بيتمناش يكون في وحدة صحية يجري عليها بالليل في أي وقت لو احتاج حاجة قبل ما يوصل للمستشفى أو للمركز الصحي اللي هو أبعد، اللي هو مسافته أكبر؟ مين فينا ما بيتمناش يبقى جنبه فرع للبنك ويبقى عنده حسابات في البنك؟ مين فينا ما بيتمناش يكون جنبه نادي رياضي؟ مين فينا ما بيتمناش يكون قريب منه ولو مش قريب قوي يعني جمع لأولاده لما يكبروا؟ السكن الكريم والعلاج الكريم والمرتب الكريم والحياة المحترمة والعلاج والتقدير والتعليم المحترم، كل ده بيساوي في الآخر حياة كريمة. النهاردة احتفالية كبيرة جداًا في استاد القاهرة برعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانطلاق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة. إيه حياة كريمة؟ حياة كريمة دي كانت فكرة من السيد الرئيس، ولما بنقول فكرة من السيد الرئيس يا جماعة مش معناها إنه بالضرورة يكون الرئيس نفسه شخصياً هو اللي فكر. الرئيس ده معاه مجموعة كبيرة ومعاه مستشارين ومعاه حكومة ومعاه ناس بتشير، وده الصح اللي معمول بيه في العالم كله. ولكن هنا الذهن، هنا الحكمة، زي الكتاب المقدس بيقول أختار إيه وأسيب إيه وأولوياتي إيه وأقدر أعمل إيه وأأجل إيه عشان ما يبقاش شكلي وشكل بلدي مش حلو لو ابتديته معرفش أكمل. مبادرة رئاسية طرحها السيد الرئيس سنة 2019 يوم 2 يناير بالتحديد، قعدت تفكر فيها الحكومة وتشتغل عليها وعلى بلورتها، فكرت جمعية المجتمع المدني طب ليه ما نشتركش، فكرت الأحزاب، فكرت كل القوى الوطنية ورجال الأعمال المخلصين وكل اللي عنده حمية على أهله وعلى بلده، فكروا مع بعض لغاية لما تحولت في يناير 2021 إلى مشروع قومي، بل هو أكبر مشروع قومي إنساني سياسي في مصر على مستوى تاريخ مصر، بل اعتمدته الأمم المتحدة من أكبر مشاريع التنمية الإنسانية والسياسية في العالم. في احتفالية كبيرة شغالة دلوقتي في استاد القاهرة، وأول ما يتهيأ السيد الرئيس لأن يدلي بكلماته في هذه الاحتفالية هنقطع الهوى من عندنا فوراً ونستمع معاً لكلمة السيد الرئيس، وهي الأساس النهاردة في تحليلنا في فقرة الحوار الوحيدة اللي هيشرفنا فيها دكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية والاستراتيجية، والموضوع بالطبع عن حياة كريمة. هنستعرض شوية أخبار، خليكم معنا.